هذا وأصدرت المملكة العربية السعودية والصين بيانا مشتركا في ختام القمة، والتي جمعتهما شددتا فيه على مواصلة دعم المصالح الجوهرية للبلدين بثبات عبر بذل جهود مشتركة للدفاع بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول. أهمية إبرام اتفاقية تجارة حرة بين مجلس التعاون للدول الخليج العربي والصين، هذا ووقع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والرئيس الصيني شي جين بينغ اتفاقية شراكة الاستراتيجية الشاملة بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية. كما أكدا أهمية تعميق التعاون المشترك في مبادرات الحزام والطريق والترحيب بانضمام المؤسسات السعودية المعنية إلى شراكة الطاقة والاستثمارات المختلفة في إطار مبادرة الحزام والطريق.